presque il y a deux ans, بدينا نلوجو شكون بارتنير الكل وتحصلنا على شركة الصافي اللي هي عندها الريكورد مونديال نتاع البرودكتيفيتي دو لي في لي فيرم نتاعهم. عندهم أكبر فيرم مندمجة في العالم فيها 43,000 بقرة حلو. عندهم لي ديرنيير تكنولوجي المصانع نتاعهم سواء نتاع العلفة ولا نتاع الحليب واللي فيهم والفلاحة معناها نتاع زراعة العلف الكل موجودة في مكان واحد. بعبارة أخرى بالضبط معناها كيما الفيلوزوفي والموديل نتاع مكتاليس ما نجموش كنا معناها نتصوروا نلقاو بارتنير خير من هذا. اي اون فان كونت الحمد لله معناها صححنا معاهم الأسبوع هذا زنك رجعنا من السعودية ومرعنا أنه الوضع في البلاد معناها ماهوش باهي بصراحة. كما قلت معناها أنا هيزيتي على فير لا كونفيرونس بعد قلنا علاش لا معناها ان بتي بران غيون دو سولي في وسط الغريزاي هذيا ولا لوبسكوريتي بوتيت علاش لا. أول شيء نطمن الجميع وإن شاء الله هذيا تتعدى معناها كوم لو ميساج لو بلو فور دو لا كونفيرونس اللي بإذن الله مكتريس ماشيين فيه حتى ولو الحكومة هذه برهنت على العجز نتاعها وما عطاتناش الأراضي قاعدين ندرسوا في حلول أخرى وبإذن الله باش يبقى في ولاية سليان. تلاقينا اليوم زادة باش نحكيو عن المشاريع الأخرى. نحيل الكلمة أنا السي مراد بن عبد الغفار مدير المشروع اللي هو باش يقول لكم شوية كيفاش معناها البروغري صار في مشروع الكيف. مرحبا بكم. دونك كما تعرفوا مشروع الكاف اليوم مشروع سيرتا بالنسبة لنا واللي الشركة نتاعو موجودة اللي هي باش تكون سيرتا كيميكال كومباني. مشروع الكاف في ساعة باش نلخص ولا مشروع سيرتا باش نلخص في ساعة هو مشروع صناعي كبير باش يكون إن شاء الله أكبر مصنع في إفريقيا نتاع مواد تنظيف ومواد تجميل. المشروع هذا باش يكون التركيز نتاعو في الكاف وباش يشمل تونس والجزائر وليبيا كنقطة تصدير. عندنا شريك كندي شركة اسمها سكند كاب من أكبر الشركات في السيكتور نتاع الكوفي شوب المقاهي المتطورة اللي وقعنا معاهم وبدينا ببرنامج دامبلونتاسيون معناها في تونس. سي سرحان الناصري هو مدير المشروع هذا وباش يقول لنا شوية على فين صار البروغري تاعو. بسم الله الرحمن الرحيم. كما وضح حسين نجيب مشكور على حالة الكلمة. أفريكا كيترينج هي شركة مختصة في الجيستيون اي ميز اون بلاس تاع دي شين دو ريستورون دو كوفي شوب على دي زونسيني انترناسيونال ماركات عالمية سو فرانشيز. خذينا الماستر فرانشيز على تونس وبدينا كما قال مع ساكند كاب من كندا مع ستيك اند شيك من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ياو ياو من إسبانيا. اليوم اختلافات واختصاصات مختلفة. اليوم شفنا أنه لازم يكونوا عندنا الليشان هذوما وليزونسيني هذوما باش التونسي والأجنبي والسائح اللي يجينا يتمتع بخدمات ذات جودة عالية وبوجبات ذات جودة عالية. وانطلاق الفعالية لمجمع المشاريع وقتاش يبداو موجودين على أرض الواقع إن شاء الله؟ مشروع الكيف بدا، الغوكريتمون بدا في مشروع مكتريس، في مشروع الكيف اللي هو السيرتا، وفي الكيترينج، معناها هما كلهم بداوا توا، باش تمشيو وتراو أكثر وأكثر عليهم معناها، كل احنا إن شاء الله بعد شهر ونص شهرين نعاود كونفرنس أخرى ونعطي بالضبط معناها بالصور وكل وين وصلت المباني واللي ترافو وكل، أما هما مشاريع بدات معناها. كل معناتها لو كان تذكرنا بالمواطن الشغل اللي توفرها معناتها باقة المشاريع هذيا. عدد الإجمالي مشروع الكيف السيرتا باش يكون ما بين 500 و 700 مباشر. مشروع مكتريس باش يكون في مرحلته الأولى بالألبان برك تقريب 2000 ويوصل ل 10,000 بالمرحلة الثانية على بعد 5 سنوات. من ناحية مواطن الشغل في أفريكا كيترينج هذه الامل نتاعنا انه ندخل على الاقل 3 أو 4 ماركات للبلاد في اقرب فرصه هما موجودين تو كلهم باش يكونوا ماركات عالميه باش يجيبوا اضافه نوعيه وفعليه وحتى بالارقام وكل ان شاء الله باش
توفر معناها فرص شغل للطلبة حتى للناس اللي ما عندهاش معناها خذوا ديبلوم وقعدوا الكل يدخلوا في الإدارة. فما دي ميثود تري مودرن تاع جيستيون جي كيف تشوفوا هذه جاية أفكار جديدة أنه اتوديون يكون هو في نفس الوقت مسؤول على إيكيب في ريستوران ولا في كوفي شوب. هذوما حاجات مش موجودة في العقلية في تونس، حاجات ممكن حديثة.